أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من سلسلة تعلم اللغة الألمانية. اليوم رح نتكلم عن عبور الشارع، كيف ممكن تبني جمل لحتى تقدر توصف لشخص كيف يقطع الشارع، يروح بشكل مستقيم أو يأخذ أول دخلة يمين مثلا، إذا كان قاعد بيمشي على رجله أو بالسيارة، هل في فرق؟ كيف بنقدر نبني هاي الجمل؟ رح نعطيكم جمل جانبية وأساسية، لكن قبل ما نبدأ بفيديو اليوم حابب أتكلم لكم عن موضوع مهم. خلال الفترة الجاية راح تبدأ سلسلة جديدة على قناتي وراح تختص بتعلم اللغة الألمانية من الصفر، واللي راح يقدمها شخص ثاني، الأستاذة مها، خريجة تخصص لغة ألمانية وإنجليزية من الجامعة، فهي راح تبدأ شرح بأسلوبها بشكل مختلف، ورح ينزل المحتوى على قناتي بسلسلة مستقلة رح تكون بشكل أسبوعي. وبالنسبة لفيديوهاتي فرح تستمر على نفس النمط، فاللي حابب يمشي بشكل منظم من الصفر بيقدر يتابع الفيديوهات تبعتها، واللي مهتم بالمواضيع اللي أنا بتكلم عنها لأنه أغلبها بتكون مستوى الآتس فاي وفوق، لكن هي رح تبدأ من الصفر، يعني من الآينس آينس. خلونا ما نطول عليكم أكثر، نبدأ بفيديو اليوم. خلونا نبدأ بقطع الطريق. لما تكون بدك تمر وتقطع الشارع، كيف ممكن تحكيها باللغة الألمانية؟ هل عمرك فكرت فيها قبل؟ بكل بساطة بتقدر تحكي دي شتراسة überqueren überqueren، وخذوا بعين الاعتبار انه überqueren هو ليس فعل قابل للانقسام، مش زي اللي شرحناه بالفيديوهات الثانية، بل هو فعل مستقل. ممكن تحكي لشخص gehen Sie über die Straße، وبالشكل الآخر überqueren Sie die Straße. überqueren Sie die Straße. يعني باللغة العربية اعبر الشارع أو اقطع الشارع. لما بدك تحكي لشخص إنك ضلك ماشي بالشارع على طول بشكل مستقيم، كيف ممكن تحكيها باللغة الألمانية؟ gehen Sie geradeaus. gehen Sie geradeaus. طبعا بالنسبة لضمير زي انت تقدر تصيغه وتصرفه بناء على الجملة اذا بدك اياها رسمية او غير رسمية، وهذا الحكي شرحناه كثير بالفيديوهات الماضية. طريقة اخرى لصياغة الجملة، ممكن تحكي gehen Sie die Straße entlang. gehen Sie die Straße entlang. الان خلونا نبلش بالمنعطفات. لما تكون بدك تحكي للشخص انعطف الى اليسار مثلا، عند التقاطع انعطف إلى اليسار، كيف ممكن نحكيها باللغة الألمانية؟ gehen Sie an der ersten Kreuzung nach links. يعني ضلك ماشي وعند التقاطع انعطف إلى اليسار. وطبعا هاي الجملة بتقدر تستخدمها لشخص قاعد بيمشي على رجليه. بالنسبة للسيارات فبالعادة بنستخدم فعل abbiegen، وهذا الفعل ممكن تسمعه بالعادة على خرائط جوجل لما تكون حاطط الجهاز باللغة الألمانية، ممكن يحكي لك links abbiegen أو rechts abbiegen. و abbiegen يعد فعل قابل للانقسام. خلونا نطبق. واحد ماشي بالسيارة ومنا نحكي له عند الإشارة الأولى خذ أول يمين، انعطف إلى اليمين عند الإشارة. ممكن نحكي biegen Sie an der ersten Ampel rechts ab. ولاحظوا صياغة الجملة بالأفعال القابلة للانقسام. وإذا عندكم أي مشاكل ممكن ترجعوا للشرح كامل. طيب لو بدك تحكي للشخص انه يروح ويلف، يلتف حول الشارع ويرجع، كيف ممكن تحكيها باللغة الألمانية؟ drehen Sie um. drehen Sie um. Sie müssen umdrehen. يعني يجب عليك ان تلتف او لازم تلف وترجع. Sie müssen umdrehen. فرضا انتم ماشيين بالسيارة وبتدوروا على المخبز، فممكن تحكي للسائق انك شفت المخبز على اليمين، فبتحكي دي بيكراي است رشت. دي بيكراي است رشت. او ممكن تحكي دي بيكراي است اوف دير رشتن سايت. دي بيكراي است اوف دير رشتن سايت. المخبز على الجانب الايمن. واذا كان المخبز على اليسار فممكن تحكي دي بيكراي است لينكس. زي است اوف دير لينكن سايت. على الجانب الايسر. وهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم. لا تنسوا تشاركوني بالتعليقات شو المواضيع اللي حابين نتكلم عنها بالفيديوهات الجاية. كان معكم أحمد، سلام.